And it goes a little something like, قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزه التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدا فيديو النهارده مع بعض. الجزء الثاني بيبدا لما بتنزل سيوم من الفندق وتلاقي صحفيين كتير تحت ويقولوا لها سمعنا ان وكيلتك لقد سرقت دورك، هل هذا صحيح؟ فتقول لهم سيو مهما فعلت كاني انا دائما افكر بيها على انها افضل صديقه ليا، لقد ساعدتني كثيرا من قبل، لذلك ليس لدي مشكله في ذلك. ويقولوا لها ان هي قامت بسرقه عملك، فلماذا ستقومي بفعله الان؟ فترد وتقول اعذروني انا متعبه ولست على ما يرام، وتمشي وهم بينادوا عليها. وتظهر كاني وتقول حسنا يا سيو سوف نرى كم نحن اصدقاء، وتتكلم في الفون ويقول لها شاب مرحبا يا صغيرتي، هل تذكرتيني الان؟ اخبارك غامره الصحف. فتقول له انت ما زلت لا تعرفني بعد، انتظر دقيقه وسارسل لك مقطع فيديو عبر البريد الالكتروني، وطبعا مش محتاجه اقول لك هتعمل فيه ايه. ويقول لها طبعا شاهدي انت فقط. وبعد ساعات بسيطه بتنتشر اخبار وكل بيتكلم عن سيو ويوتشانج وان هو مزيف، واللي يقول ان تم خدعنا في سيو لفتره طويله من الوقت. ويقول الشاب يوتشانج ساعلمك اليوم درس لا ينسى. ويظهر هنا سيو ويوتشانج اللي بيتكلم السكرتيره ويقول لها لا يهمني الطريقه اللي هتستخدميها، لكن امسحي تلك الاخبار على الفور. فبتقول له حقا هذا صعب جدا، تم النشر من قبل الكثير من الناس ومحدش قادر يلاقي هويه الفاعل الحقيقيه. فيتعصب ويقول لها انتم مجموعه حساله، ماذا تفعلوا هنا؟ فتقول له سيو سيد يو اهدأ لا تغضب. وتقول للسكرتيره اخرج للخارج الان. ويقول يوتشانج هل من الممكن ان تكون كاني من فعلت هذا؟ فبتقول له سيو منذ يوم بروفة الفستان وكل شيء تغير في كاني، من الممكن ان تفعل اي شيء. فيرن عليها ويقول لها كاني اين انت الان؟ وتقول له انا هنا. وتفتح الباب وتدخل عليهم المكتب وتصدموا الاثنين. وتخاف سيو جدا ويقول يو تشانج كاني ما الامر؟ ما هذا الفيديو؟ وتقول سيو هل قمت بنشر هذا؟ فتقول كاني كيف ساعرف من نشرها؟ انا في الشركه اعمل منذ سنوات عديده وانتم يا رفاق هل تشكون بي الان؟ فيقول يوتشانج كاني لا أقصد إلقاء اللوم عليك أبدا، لكن هذا الفيديو لقد قام بمضايقتي قليلا. وتقول سيو كاني فقط ساعديني مرة أخرى وإخبري الجميع إنك لا تريدي التمثيل، وإن الفيديو تم صناعه على هذا النحو من أجل مفاجأة الجميع بالعمل الجديد. ويقول يوتشانج كاني أنت في النهاية لا تريدي أن تصبحي ممثلة أليس كذلك؟ ولا أن تتدمر سمعة سيو برضو، ما رأيك؟ فتقول كاني أنا أريد مساعدة سيو، لكن المنتج الآن لقد اتصل بي وتم توقيع العقد معايا، ولكي أحتفظ بمهنتي إن تم خرق العقد يجب أن أدفع مليار كتعويض. وتخبط هنا المساعدة على الباب وتقول أخبار غير جيدة يا سيد يو تشانج، تريد شركة العطلات التحدث مع الأنسة سيو وإنهاء العقد والتعويض أيضا قبل التصوير. فريق عمل مسلسل المحظية قاموا بالتروج للخارج ويقولون لا يمكن كسر العقد، لذا لا يوجد حل غير ان الانسه كانت تحل محل سيو لبدء التصوير. فتقول سيو لماذا يفعلون هذا معي؟ لقد استعدت لهذا المشروع منذ اكثر من عام، لماذا يفعلوا ذلك بي؟ فيقول يو تشانج سيتم حل ذلك بالتاكيد. سيو لماذا لا تعودي للمنزل الان وتستريحي؟ وتتصدم سيو وتقول حسنا ساذهب اولا، وتمشي وتسيبهم. وتقعد كاني مع يو تشانج ويقول لها كاني لماذا انت فقط حلتي محل سيو؟ فتقول له ألم تقول من قبل أنك تريدني أن أتصرف؟ ألا تريد أن أكون مع الممثلين الآخرين؟ فيقول يوتشانج كاني أنا حقا لم أعد أفهمك الآن، الشركة لا تستطيع دفع مثل ذلك التعويض للعمل من أجل مستقبل أفضل، لم يكن يمكننا فعل هذا، لكن يمكنك أنت فقط فعل كل شيء من أجلك. وتقول له طبعا أرى ذلك، أنت تفعل كل ذلك من أجلي. وتروح مكان وتقعد وتستنى الوقت طويل لحد ما بتوصل لها رسالة وتضحك وتقوم تمشي. وتروح مكان وتبص عليه وتدخل ويشوفها الحارس الشخصي للرئيس مو، ويروح ويقول له ذهبت الأنسة كاني لرؤية صديق لها. وتقعد كاني مع الشاب اللي نشر الأخبار ويقول لها قوليلي تلك المرة ما رأيك في العمل؟ فتقول له إن هو حقا رائع. فيقول لها يوجد قول معروف عن هذا إن السيئين دائما يقعون. ويقول لها ماذا بعد؟ قولي لي أنا دائما تحت الطالب، قولي لي يلا في أي وقت. فتقول له هذا أنا لم أحسبه بعد، لا أريد أن أضيع نفسي معهم في الوقت الحالي، لكن أنا سأخذ انتقامي منهم ببطء. وتشرب معاه وتمشي. ويوقفها مجموعة رجالة ويقولوا لها أنت أيتها الفتاة الصغيرة ماذا تفعلي هنا؟
فبتقول لهم انتوا مين، ويقول لها شاب تبع الراجل ان ده مديري وان هو بيحبك، اجيبي عليه نعم او لا، ويقول الراجل يا صغيرة انت اجمل مما اتخيل، ويقرب منها فتضربه بالكف ويقول لها كيف تجرؤي على ضربي، ولسه هيضربوها، فتتدخل رجالة الرئيس مو والرئيس كمان معاهم وبيضربوهم، وبيدخل الرئيس مو وبينقذها من وسطيهم ويشيلها وبيخرج بيها، ويرجعوا البيت ويقعدوا ويبص مو عليها، ويبان صديق تاني قاعد معاهم وبيبص عليها ويقول حسنا فقط، انها صدمة خفيفة ستحتاج الى مرهم جلدي لا تخافي، وكان خايفة من مو، ويقول مو حسنا ارحل انت الان فقط، ويبص عليه ويقول ضعي المرهم مرتين في اليوم، وان احتجت اي شيء اخر اتصل بيه، ويتعصب مو ويقول له اذهب على الفور ويمشي، ويبص مو الكاني ويقول لها علاقتكم غير عادية اليس كذلك، وتقول له لا نحن مجرد اصدقاء، فيستغرب ويقول لها صديق، تقول له طبعا، يقولها للامر بهذه البساطة، تقول له اكيد، فيمسكها ويقول لها كاني لقد اخبرتك مرة واثنين وثلاثة ان لا تكوني مع رجال اخرين، هل نسيتي ام انك لا تجرؤي على الرد علي الان، فبتقول له لست على علاقة برجال اخرين، فيقول لها تذكري لا تدعيني اراك مرة اخرى تتسكعين مع رجال اخرين خلاف ذلك، ويقبلها ويقول لها لقد عرفت عقابك، ويسيبها ويمشي، وهي تقول له انت، فيرجع يديها الدواء ويقول لها لا تنسي دوائك، وأيضا من اليوم أنت ستعيشين هنا معي في المنزل، ومن دون إذن مني لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان، وبيسيبها وبيقوم، وهي خايفة جدا وبتقعد وبتبدأ تاخد نفسها، وتاني يوم بتصحى كاني وتفتح الشباك وتفتكر لما الرئيس مو أنقذها وشالها، وتضحك وتخبط وتدخل عليها الخادمة وتقول لها أنسة كاني لقد تم تحضير الإفطار في الطابق السفلي، فبتقول لها حسنا لقد فهمت شكرا ليكي، وتطلع الخدامة، تستغرب كاني جدا وتقول كيف تعرف انني استيقظت، هل توجد كاميرات مراقبة هنا، وتنزل تفطر وتلاقي الفطار ليها لوحدها، وتسأل هل انا الوحيدة التي ستأكل، فبتقول لها الانسة انسة كاني الرئيس بالفعل في العمل اخبرنا انك يجب ان تستريحي بوجه التحديد تلك الايام استراحة جيدة، وتقول لها اه نعم شكرا لك ارى ذلك، وبعد شوية تقعد كاني تتفرج على التلفزيون وتنادي على الخدامة اللي بتيجي وتقول لها أنا سكاني ما هي أوامرك، وتقول لها أين مو متى سيأتي، فبتقول لها السيد مو نادرا ما يأتي إلى هنا، عادة يأتي بعد انتهاء العمل للنوم فقط، إنه يعيش في غرفة فندق قريبة من الشركة، فبتقول لها بجد لكن يجب أن أنتظر السيد الشاب لأخبره أنني أريد أن أخرج، لكنها بتزهق جدا وبتخرج من غير ما تعرفه، ولما بترجع بتتفاجئ بورد في الحمام، وتلف تلاقي مو وراها وتصرخ، ويمسكها ويقول لها ازاي تخرجي من غير اذني، وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، لو عايزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن، وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميله فرد جديد، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر، وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم بحبكم قوي، وشكرا لكم جدا على كلامكم الحلو وعلى تعليقاتكم الحلوه، بس كده باي باي.